وين ما كنتم مرحبا بكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامجكم أنسى شو. حديثنا اليوم رح يكون حول أو سيدور حول القمة العربية التي ستنطلق في الفاتح من نوفمبر شهر الثورة الثوار وفي بلد الشهداء، يعني قمة عربية بامتياز هاد السنة في الجزائر. راهو معايا ضيوف راحين نتكلموا على أشغال القمة العربية اللي حتكون في الفاتح والثاني من نوفمبر. نرحب بالسيدة ضوان بوهيد، الدكتور في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا على قبول دعوتنا. شكرا لك ومرحبا بالضيوف وكل مشاهدي قناة البلاد. يعطيك الصحة، شكرا كذلك. وحاضر معايا السيد محمد قماري، طبيب مهتم بالفكر والثقافة، شرفتنا اليوم بحضورك. أهلا وسهلا، مرحبا. شكرا، مرحبا، يعطيك صحة، شكرا. أكيد حديثنا حيكون حول القمة العربية التي ستقام في الجزائر، لكن كذلك نتكلم على الفن الجزائري بامتياز. وحاضر معنا الفنان نبيل مجود، يعني في الفن الشعبي. مرحبا بك. مرحبا بك أنيسة، مرحبا بنا عندكم في قناة البلاد. يعطيك الصحة. ونرحب كذلك بالغائب الحاضر، ولا الحاضر الغائب سلطاني؟ الغائب الحاضر شيخ المحروسة، ولا شيخ جوجل، ولا يسموه المشاهدين كما حبوا. مرحبا بك شيخ. بينا وبيك مشاهدين الكرام قناة البلاد، هذا شرف لي مرة ثانية أعود إلى الديار كما قالوا برفقة دار السلطان خويا، سلطاني يا خويا. وضيوف الكرام اللي حاضرين معنا، نفتتح هذه الجلسة بالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والله ولي الصالحين. شكرا على الدعوة. يعطيك الصحة. وأكيد محمد سلطاني راح يعلق معايا على كل المحاور راح نتناولوها في سهرة اليوم على قناة البلاد. مرحبا بك. الله يسلمك أنيسة، وما ننساوش أنه القمة العربية هذه راح تنعقد أولا في، هي قمة حتجمع كل العرب، ثانيا حتنعقد في بلد اللي هو بلد شهداء، وثالثا راح تنعقد في تاريخ تسمى مقدس عند الجزائريين، عند العرب، عند العالم، عند الافارقه، اللي هو الفاتح نوفمبر. نعم. اذا تروازونا ان شاء الله. نعم ان شاء الله. واكيد من بعد نتكلموا على رمزيه اول نوفمبر طبعاً. بالنسبه للجزائريين، بالنسبه للعرب، ويعني انعقاد القمه في هذا الوقت، يعني للجزائريين ما نفوتوش فرصه اول نوفمبر حتى نتكلموا على بلد المليون ونصف مليون شهيد. نبدا مباشره مع الدكتوره رضوان بوهيد. القمه العربيه اساسا ستتمحور على ثلاث محاور، نبدا بالمستوى الامني، الوضع في ليبيا، سوريا، كذلك اليمن، السودان، الصومال. نتكلموا كذلك على الشق الاقتصادي بالنسبه لي الدول العربية، والقضية الجوهرية، القضية الفلسطينية. بالفعل شكرا أنيسة على ذكرك وتذكيرك للمحاور المهمة، لأنه هذه القمة العربية فيها أيضا الشكل والمضمون. ما ننساوش صورة الجزائر أمام العالم من ناحية التنظيمية، من ناحية اللوجستية، كما نشاهد اليوم شوارع العاصمة يعني جاهزة لاستقبال إخواننا العرب، جاهزية الجزائر لاستقبال هذه الوفود، إعلاميين إلى آخره. هذا الشكل أيضا مهم بالنسبة للجزائر. أكيد الجزائر بعد تأجيل أيضا ظرف استثنائي، قمة الجزائر ظرف استثنائي لأنها تأجلت مرتين، وهذه الثالثة تم تحديد تاريخ كما قال صديقي محمد سلطاني، تاريخ رمزي ويحمل كثير من الدلالات. أول نوفمبر بكل ما يحمله من دلالة، أول نوفمبر يعني اندلاع، يعني انطلاق، هذه الرمزية الأولى، وإن شاء الله تكون انطلاق لأشياء أخرى من الجزائر. وما نساوش أي قرار سوف يتخذ في هذه القمة حيتربط باسم الجزائر. نعم صحيح. يعني إذا اتخذوا قرارات بخصوص قضية فلسطينية أو سوريا أو ليبيا أو السودان أو اليمن، راح يكون الامر مرتبط بطريقه مباشره. يقول لك ما حدث في قمه الجزائر كما صارت في 73، اي حاجه هذاك شوك بترولي الى اخره، يقول لك قمه الجزائر في قمه الجزائر، تبقى امور تاريخيه ان شاء الله تكون ايجابيه، لانه دائما كاين مفاجات كما نعرفوا. البارح اجتمعوا هاد اليومين اجتمعوا المندوبين الدائمين في الجامعه، راح يجتمعوا ايضا لاحقا وزراء الخارجيه. لكن
يبقى القرار والصلاحية للقادة العرب، الملوك والرؤساء والأمراء اللي حين يحضروا، قادر يخرج لك أي خرجة أي قرار. نعم. يعني داخل قاعة الاجتماعات. نعم، نعم. ولكن كاين مسألة أنا نفضل الأساتذة يتكلموا فيها، ما نقدرش أنا نتكلم في قمة العربية بحضور رضوان ولا بحضور الأستاذ. نعم. ولا حتى شيخ المحروسة، وأنا ونبيل وأنا وأنتي اسمها مستوى لتحت شوية، معليش ما كاش مشكل، كل واحد الواحد والتخصص تاعه. ولكن كاين نقطة مهمة جدا نحب نركز عليها، وهي مسألة صدير أنه الجزائر في نفس المسافة من كل الدول، ما عندنا مشكل مع حتى الدول العربية يعني، وهذا شيء نادر. وهذا شيء نادر كما قال الأستاذ رضوان، فنظن بأنه محوري هذه القمة ستثمر. نعم. أكيد. إن شاء الله هذا ما نتمناه، هذا ما نتمناه. أكيد. وهذا ليس غريب على الجزائر. نعم. سيد محمد قماري، النقطة القضية الفلسطينية تأتي في مقدمة الأولويات، خاصة بعد اتفاق الفصائل الفلسطينية تحت رعاية جزائرية وكذلك عناية خاصة من طرف رئيس الجمهورية. لابد أن نفهم في البداية أنه القضية الفلسطينية هي القضية التي عمرت طويلا، يعني إذا كنا نتكلم اليوم على التنظيم إقليمي في العالم مشابه لمنظمة الكومنولث، مشابه إلى الاتحاد الأوروبي في بعض أوجهه، مشابه إلى في الأربعينيات فكر العرب، وكانت كثير من الأقطار على الأقل الأقطار المغاربية تحت الاحتلال الفرنسي في تنظيم عربي، يعني أنه تكون الجامعة العربية تجمع العرب. فكانت القضية المحورية من البداية هي القضية الفلسطينية، يعني بدون منازع أن القضية الفلسطينية فرضت نفسها وكأنها لصيقة بالجامعة العربية. الذي حدث أن قمة الجزائر هذه هي القمة التي تأتي بعد تقريبا الصدمة الكبيرة التي حدثت في 18 نوفمبر 89 بسقوط جدار برلين، وحدية العالم أنه الآن بقيادة واحدة تقريبا هي أمريكا، مسار أوسلو وما ترتب عنه من فرض بعض الجوانب، وما حدث من زلزلة داخلية أو زلزال داخلي بين الفصائل الفلسطينية. فليس من صالح كل الأقطار العربية أن يبقى الفلسطينيون مشتتون. بعض الناس يعني يقول أن الجزائر تدخلت واستطاعت أن تفرض هذه الرؤية التصالحية بين الفصائل الفلسطينية، تفرض على الأقل بين القطبين الكبيرين من جهة السلطة الفلسطينية ممثلة في عباس والسيد عباس وجماعة غزة. نعم. وحماس، لكن هذا لابد أن يرحب به كل العرب، لأنه مبرر وجود الجامعة العربية كما قلنا من الأربعينيات. نعم. كان هذا العنوان الكبير الذي سلمت فيه الشعوب العربية لحكامها حتى مقايضة الأمن بالتحرر، يعني أنه كان لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. نعم. يعني صحيح. هذه أمور عشناها. فالقمة العربية في الجزائر الآن نأمل ونتأمل من كل العرب أن ينتبهوا لهذه النقطة الخطيرة، هي القمة الأولى بعد صدمة الأحادية القطبية. نعم. هي القمة الأولى التي يمكن أن يتنفس فيها العرب بالمعنى الشعوب، بالمعنى هذا الفضاء الكامل من الشعوب، فيشعرون لمرة على الأقل، ومن حقنا نحن الشعوب أن نشعر أن مازال هناك كيان يمكن أن نسميه. نعم. والقمة العربية التي ستنعقد في الجزائر تحت شعار لم الشمل، وهذا ما تصبو ليه هذا القمة. نروح للشيخ المحروسة، نعود نتكلم على اختيار أول نوفمبر، يعني يذكرنا ببيان أول نوفمبر 54. إذا تكلمنا على بيان أول نوفمبر 54، حق الشعوب المضطهدة في تقرير مصيرها، هذا دليل أن لما سقطت الجزائر سقطوا كل دول تحت الاحتلال الاستعمار الفرنسي دمر غاشم، ولما حررت الجزائر 14 دولة خضعت الاستقلال تاعها. كل هذا يزيدنا شرفا وتكريما
لهذه القمة. نمشي إلى الجانب التاريخي لهذه المنظمة أو جميع الدول العربية في طبعتها 31، ترق لها من الجانب التاريخي لأنها تم تأسيسها في ظروف صعبة أثناء الحرب العالمية الثانية، قبل 5 أشهر من انتهاء الحرب العالمية الثانية اللي كانت 22 مارس 1945. وعرفي بلي أول قمة اللي كانت انعقدت في 28 ماي 1946 بمصر، ثاني قمة كانت 10 سنوات بسبب أزمة لأزمة 48 لفلسطين، كانت ثاني قمة 13 نوفمبر 1956 ببيروت، أول يعني تعتبر أول قمة. ولهذا هذه القضية الفلسطينية منذ تأسيس هذه المنظمة وهي مهمة مهمة جدا لليوم بشرف كل الجزائر وكل ما فيها السلطات، نحن نحتضن هذه القمة في شهر المبارك الذي سقط فيه 5,600,000 شهيد منذ 1830 إلى غاية يوم الخميس 5 جويلية 1962، يقولوا فيها دائما الحمد لله لما قاد الاستعمار في بلادنا. نعم، إذا في هذه النقطة وجاز المجواز، نعم، وتكسر العكاز وما يدوم في الواد غير حجارو. وصبحت الجزائر حرة مستقلة. يلا شكرا شيخ المحروس النوح الفنان نبيل راهو حاضر معنا من جوت. يعني الحمد لله ما بقاش الاستعمار في بلادنا، وحنا نتكلموا نتكلموا على القمة العربية، ولكن راحين نحتفلوا يعني ككل سنة باندلاع ثورتنا المجيدة. يعني الأغاني الشعبية كذلك وكبت ثورة تحريرية، كانوا يبلغوا رسائل بالشعر، كانوا يكتبوا مام، كانوا في الحبس كانوا يكتبوا قصائد شعرية، وصح فيها دي شفر يعني رسائل للمجاهدين، منهم الباجي الله يرحمه، منهم الباجي كتب بزاف قصائد هو في السجن، وكان يوصلهم وفيهم دي شفر يعني دي شفر وهم المجاهدين والناس اللي تفهم المقنين الزين. أصغر شهيد تم يعني بالمقصله يعني ايه والله هذه يعني من باب الفني يعني شو حتى يعني قاع ساهموا في الثوره، قاع ساهموا في لا مشغول، كل واحد ساهم بطريقه يعني كل واحد ساهم بالطريقه اللي يعرفها. كتابات كثيره اسمع، كاين قصائد كثيره تتغنى بالجزائر، تتغنى بالثوره، تتغنى مثلا كنا نتكلموا على من قبيل الشيخ قال الحمد لله ما بقاش الاستعمار بلادنا، يعني قصيدة رائعة جدا وأداء رائع، كان الله يرحمه أداها العنقة وتعاودت تعاودوها مجموعة من الشباب، هكذا ما نقول شباب، مجموعة من المغنيين الجزائريين، وبقات يعني حاجة بقات توارثت مع الأجيال، باسكو احنا في كل سنة يجينا برومي نوفمبر، تسمى كل سنة كاين لازم يخرج هذا القصيد، يخرج هذو احنا أنا كي نحكي من باب الفني، الفن هذا راهو حنا بالنسبه ليا وبالنسبه لكاع الجزائريين راهو تراث، والتراث هذا يمثلنا حنا، يمثلنا، ولازم على اللي علينا حنا واش نديرو، لازم نحافظوا عليه، لازم توجرنا نعاودوا نحيوه، لازم توجور. راك تشوف انه شبابنا اليوم وحتى انتم راكم تادوا الاغاني الشعبيه اليوم في ظل تواجد عده طبوع راه بقات ما كانت يعني الاغاني الشعبي كيما زمان مثلا؟ كاين مازال كاين شباب اللي تبع، وكاين شباب اللي تمارس، وكاين معظمهم شباب اللي راهم يعني شيوخه ماتوا نبي الله يرحمهم على كل حال يعني كي نقولوا شيوخه يعني في هذاك الوقت كانوا شباب كيما انتوما، ولاو شيوخ هاسي سويت، ودوك حنا من بعد نولوا شيوخه ويجي جيل واحد اخر. بصح انت راك فنان اليوم شعبي، وناه قصيدة يعني جديدة أداوها المغنيين مثلا ودات شهرة كما القصايد تاع زمان مثلا. شوفي هي في كل وقت يعني في كل وقت ولا في كل كاين يعني قصيد اللي يخرج جديد، ومثلا في هذاك الوقت شوف عبد المجيد مسكود غنى يا جزائرية العاصمة، دار تراواج كبير. نعم هاك شحال عندهم اللي غناها وقعد تحياه وكذا. ودوكا في الوقت الحالي اللي رانا دوك حنا كاين ياسين وعبد أو يكتب بزاف، كتب يا الشمعة، كتب الكامل المسعودي، ونقولوا كامل المسعودي باسكو هو اللي شهر هاد الأغاني، بصح غناهم شباب واحد أخرين، وكاين شعراء اللي راهم دوك يكتبوا، أنا مثلا كاين شعراء اللي نخدم لهم دوكا هما يمدوا لي ديريكتومون، تراث يقعد تراث،
وهذا شعر اللي احنا حابين نروجوا لهاد القصايد الجدد. يعني يقعد هذا شعبي للشعب، يعني يقعد هو شعبي، حبينا الشعب انه يكون مهتم بهاد القصايد. الشعب فهمت الرساله تاعك. نزيد لك واحد المعلومه ولا تسمحوا لي برك؟ اسمح كمل لك برك. نعم. اول قصيده نضاليه في الجهاد كتبت من طرف الامير عبد القادر بن محي الدين مؤسس الدوله الحديثه الجزائر، وكانت تغنى في الصفوف في الجهاد. ثم بعد ذلك اول قصيده كتمت في حبس الكوديا في قسنطينه من طرف يعني المسجونين اللي كانوا حكموا عليهم ب لا نوفيل كاليدوني المنفي يا المنفي يا المنفي اللي كان شيخ الحداد وبنو وليد ابو عزيز مونحن. شوف من 1873 قعدت اغنيه يا المنفي اللي يغنيها اكل يحيه مشهوره الى يومنا هذا، وهذا هو الرساله اللي كانت حابه تلحقها لك النساء. كانوا هاد الشعراء ولا هاد يديروا رسائل بالشعر، يكتبوا الشعر ويديروا رسائل للمجاهدين. الاغاني فكري تساهم في، انا ما فهمتوش يعني واش حاب يقصد. لا نبي كنا كل حال يعرف تاريخ خير. انا لا نبي احنا كي كنا دردشه قبل التصوير كنت قلت يعني ربما يعني اشكاليه ولا جمله مفيده انه انت يا بالك الان راك تادي الاغاني راح تشهر بعد 20 30 سنه مثلا، وقلت لي هذا هو الشعبي يعني معظمهم يعني تشهروا حتى بعد وفاتهم. معظمهم معظم الفنانين انا اللي يعني نبيل انا هو يؤدي الاغاني باش تولي مشهوره بعد 20 سنه. خليني احكي لك بعض الفنانين يعني لا نقدر نذكروا اسماوات، او كان واحد الفنان يعني الله يرحمه وتوفى القطاف الله يرحمه عبد الله عبد الله في وقته يعني كان حي كان يخدم في بعض الفئه اللي تعرفوا، نهار مات يعني تشهر شهره ما في حياته ما تشهرهاش. اسمح لي يعني عبد الله نقول لك نبيل سامحني سمح. عبد الله الله يرحمه برحمة الله، الله يرحمه. هو اللي ما كانش حاب الشهرة، عبد الله هو اللي ما يحب الشهرة. والله نقول لك هذه محمد مجميع فنان الشهرة ماشي هو يروح لها هي تجي له. إيه معليش ولكن هو كان يفضلوا يبقوا في الضل، كان يبقوا في الضل. هو كان تجيه الشهرة، هو كان عمر الزاهي مثلا هو اللي كان يفضل يبقى في الضل. عمر الزاهي أنا سي نكسبسيون على بالي، لكن هو اللي نتكلم عليه باسكو حالة خاصة. أنا مام في كي ندير حوارات ولا لايف ولا نقول لهم عمر الزاهي ما خليوه. نعم. عمر الزاهي الله يرحمه يرحمهم جميعا حالة خاصة و حاجة ما نتكلموش فيها، نحكيو على حاجة أخرى. عمر الزاهي خدم بالفن، خدم بزاف صوالح اللي ما نطرقوش لهم إلا عمر الزاهي حالة خاصة. نحكيو على فنانين واحد أخرين اللي تشهروا بعد يعني بعد ما توفوا بزاف، ماشي واحد ماشي زوج يعني بالك لو كان نذكرهم كاين اللي ما يعرفهمش. على كل حال هو شنو الشعبي؟ انا كي نقول الفن هذا الشعبي شعبي، علاش قلت لك لون بعد؟ على خاطرش يخدم لون بعد، هو ديجا مع الوقت ماشي حاجه ما كيما قلت لمحمد شعبي هو مشهور، ماشي انا اللي احنا الشهر ولا حاجه مشهوره شعبي. ولكن حبينا اكثر من بعد نعاود نجي لهذه النقطه. نعم تفضل اذا سمحتي لي انه قضيه يدير له يدير كونسلتاسيون. قضيه الفن بصوره عامه هي أنه الفن لابد له من تجديد، لأنه لما نتكلم على الشعبي هو أصلاً من الفضاء الأندلسي، يعني من جاي من الفضاء الأندلسي، لكن كل مرة نجدده في الطبع الواحد دون الخروج على الأصل، ولكن يكون تجديد سواء من ناحية استعمال الآلات، من ناحية ترشيد بعض المقامات. أعطي لك مثال أنه كان المشارقة مثلا لا يهتمون ونحن في القمة العربية بقضايا الفن المغاربي، لكن يا رايح وين مسافر ونسافر تروح تعي وتولي تمشي وتولي، أخذت صدى كبير بعد تعديل بسيط يعني يبقات في روح القصيدة. الكلمات قوية جدا، الشعر قوي جدا، المعاني قوية جدا، لكن حتى داخل الجزائر ولا داخل المغرب ولا داخل شوية تونس أنه الامتدادات الفضاءات أخرى خارج الفضاء العاصمي مثلا في العاصمة ما بعدها في 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 مدن أخرى ربما ماهوش نفس الصدى، ماهوش نفس الصدى اللي موجود. وهنا مشكل تعديل، هذا مهمتكم أنتوما أنكم تقدروا تعدلوا. لو كنت نقول لك أستاذ شوف من ناحية يعني باش دير حاجة جديدة ولا كما قلت حكيت على يا رايح وين مسافر ولا بعض هادو، احنا في
يعني في نقولوا لهم الطقطوقات ولا نقولوا لهم لي شونسونات. هادو يجوا ما يجوش طوال يعني كيما دوك نطرقوا للطورات، هادو يجوا صغار يعني تقدر تدير لهم موسيقى اللي تحب، تقدر تزيد لهم لي زانسترومون، تقدر تدخل لهم الجاز، تقدر تدير لهم موسيقى يعني ماشي نفس الشيء مع القصيد. نعم. لو كان نروحوا للقصيد، القصيد هو في حد ذاته ما يسمحلكش باش تدخل. نعم. فيه موسيقى واحد اخرى. نعم، لكن من بعد نابل السيد نابل وبعد نتكلموا على كيفاش نقدروا نصدروا هذا الطابع الجميل الموسيقي الشعبي للخارج. نعود نولي للسيد بوهيدل، مشاركه الامين العام للامم المتحده في القمه سيعزز ربما العمل العربي المشترك والتعاون بين الامم المتحده. بالفعل مشاركة تاريخية أيضا، لأنه مش متعود الأمناء العامين للأمم المتحدة أن يحضروا هذه اللقاءات الإقليمية، يعني حضوره استقطب أيضا اهتمام عربي للقادة اللي كان مش ناوي أصلا أنه يحضر، يبعث ولي عهد ولا يبعث نائب رئيس ولا وزير أول ولا وزير خارجية، يعني قرروا أنهم يكونوا حاضرين، لأنه تواجد الأمين العام للأمم المتحدة يعني تواجد عدد كبير من القضايا اللي تخص الجميع. يعني يقول لك أنا لازم نحضر الأمين العام للأمم المتحدة وتاع الاتحاد الإفريقي، يعني كاين مجموعة من حتى بعض الدول الإسلامية. أنا أعطيك مثلا، أعطيك معلومة، رئيس أذربيجان جاي شارف. نعم، نعم. فحتى الدول الإسلامية الأمور توقع، يعني هذا اهتمام بالقمة أولا، اهتمام بسمعة الجزائر، يعني مع احترامنا للدول ربما لو هذه القمة نظمت من طرف دولة أخرى في هذا السياق، في هذه الصراعات بعض الخلافات العربية العربية، كان البعض كان يقاطع. نعرف بدون ذكرهم كاين مالك ما جاش قمم عربية منذ 2005 في الجزائر، وراه معول يجي إلى الجزائر، يعني 15 سنة ما تحركش إلى قمة عربية. يقال أنه جاي مع ولي العهد الخاص بتلك المملكة كمثال. لكن الترويج، التسويق، اليوم رانا في مواقع التواصل الاجتماعي، رانا في قنوات فضائية كثيرة، ما تحطوش على قمة الجزائر 2005 هي 2022. 2022 كانت التلفزيون العمومي تعرف به القمة العربية، ما كانش هذا الصدى. 2005 تقصد؟ 2005 معايير أخرى. اليوم رانا نشهد 2022، صحافة المواطنة موجودة كأدرى أيضا، أو أنتم أدرى بهذا المفهوم الجديد، صحافة المواطنة اليوم الأخبار أنا نشوفها بالفيسبوك. نعم. ما نستناش حتى نشوف النشرة تاع التلفزيون يعني مواقع التواصل الاجتماعي اللي توصل الخبر ولا غيرها. أكيد الظرف غاير بين 2005 و 2022، الظرف العالمي الإقليمي مغاير. سابق راك تذكر ربما أخي محمد في 2005 القمة العربية، ربما كنت صحفي آنذاك، ما كانش هذا الاهتمام، كانت تغطية عادية، جاو داروا ما على بالناش حتى المخرجات. تحدى اليوم اللي راهو يقول لك القمة والقمة، واش صرا في 2005؟ أهم المبادرة العربية هذيك اللي قال لك نديروا سلام مع إسرائيل، مع ما يعرف بإسرائيل أو الكيان الصهيوني مقابل شروط معينة، عباك بلي دارت في الجزائر بمبادرة من دولة عربية كبيرة جدا. ما كانش الترويج. اليوم رانا نشوفه قمة عربية، قنوات كثيرة، رانا نشوفه متابعة، حتى المواطن البسيط اليوم راه هو يكتب. نعم. راه يصور في العلامات في الشارع، راه يتحدث يقول لك هو الملك الفلاني وجاي، الاخر ما هو جاي، يعني حتى راهم يعيشوا مختلف. وهنا الترويج، الترويج وما يعرف ايضا بدبلوماسية التأثير. احنا فرصة باش كما درنا في وهران نفس الشيء، ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ألعاب البحر الأبيض المتوسط، نروجوا إلى صورة الجزائر. هذه لا ديبلوماسي دانفليونس. نعم. تكزيستي كمفهوم، احنا ما نطبقوش، هذه فرصة مثلا باش نطبقوها. اليوم شفنا هاد المعايير هي موجودة، أكيد معايير. نعم. موجودة، الترويج راه موجود عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كاين قنوات، المواطن راه واعي، راه يتكلم على الأقل، ما عندوش بالك منبر يتكلم فيه، ماشي أي مواطن اليوم دوك يجي يريحنا ونبقاو نهضروا على القمة والجزائريين إلى آخره، أنا أرضوان إلى آخره. أنا وين، ولكن عنده الفيسبوك اليوم يقدر يعبر على رأيه تجاه هذا القمة، تجاه فلسطين، تجاه ماشي نعقب حاشا، ندير إضافة ربما الشيخ المحروسة تحدث تربط بالقمة العربية بفلسطين، أكيد إضافة أو تحدث على 1945 1946 في 45 أو ما يعرف ببروتوكول الإسكندرية. الجامعة العربية تأسست من أجل فلسطين، الهدف في ميثاق الجامعة العربية
قال لك نجتمعوا كانت ست دول ولا سبعه الاولى المؤسسين الاولى الباقي كانوا مستعمرين ديروا الجامعه العربيه للدفاع عن فلسطين بعد وعد بلفور الى اخره. لذلك هي مرتبطه. الجزائر واش دارت هذه الخطره؟ قالت لهم لا القضيه الفلسطينيه نعاودوا في الاعلام عندكم لاجوندا سيتينغ ترتيب الاولويات كيف كيف القمه العربيه القضيه الفلسطينيه لازم تعاود ترجع اولى الاولويات لانه غيبت لسنوات مع لسنوات غيبت طبيعي الى اخره. هذه اسمحوا لي انا بون نتحدث تحت مراقبتك انت ومراقبه الاساتذه يعني. نعم تفضل. انسة كي برك تاوبت مع الجزائر تقدر تقنع الدول اللي راح تحضر ولا اللي ما حضرتش انها تسلك تخلص الاشتراكات تاعها للدوله الفلسطينيه بركات. نعم شكرا على هذا يعني يعطيك الصحه. خلص اللي عليك برك. نعم. هذا هناك تحب نقولوا برك انسى بهذا السبب اللي قعدت في القمه العربيه جامعه الدول العربيه عمرها ما قعدت 10 سنوات باش يعني يكون فيه لقاء وقمه الا من 45 46 الى غايه 56 باش كانت في بيروت نظرا للقضيه الفلسطينيه. حتى كنت حاب نطرح عليه سؤال خفيف. يلا باختصار تنوحوا لفصل. لما تكلمت على جامعة الدول العربية في تأسيسها 22 مارس 1945 هل كانوا ممثلين هذه المنظمة حضروا في بما يسمى ميثاق أو مؤتمر سان فرانسيسكو لعام 47؟ لا كرجل سياسي احنا اصلا كجزائر توقيع بدايه تدويل القضيه الجزائريه والجزائر دوليا راك على بالك في ال 55 مؤتمر باندونغ هذه ما معروفه الباقيه كان 55 لا باندونغ ابريل 55 هذه نتكلم على 45 من التاسيس تاعها سنتين بعد ذلك كان توقيع الميثاق بسان فرانسيسكو للامم المتحده كان فيه ميثاق. هل ممثلين دول العربية حضرت فيها ولا الدول الإفريقية ولا الدول الإفريقية؟ نروح لك أنا أبعد 1884 في مؤتمر برلين ريحوا ليزوروبيا أو الدول الأوروبية داروا خريطة إفريقيا ستيلو وقسموها كما هكا قسموها بطريقة هذه ليك هذه ليا هذه الإسبان هذه البرتغال هذه فرنسا هاي كيف تم تقسيم إفريقيا كانت تقسم تم تقاسموا إفريقيا. احنا ما كناش موجودين والدليل نختم بهذه فقط لو سمحتي أنيسة مجلس الأمن هذوك الخمسة اللي راهم يعيطوا بالديمقراطية ويناديوا بالحريات والأخوة في العالم حقوق الإنسان شكون خيرهم؟ شكون فوت عليهم؟ شكون قال لك انا خيرت الولايات المتحده وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا باش يمثلوني ويقروا بلاصه كل العالم؟ فاتت 45 و46 و47 ورانا في 2022 ومازال نفس الاعضاء دون ان يتدخل ولا عضو في الامم المتحده ال 194 اليوم يقول لك انا خيرتهم ولا مش خيرتهم؟ لا احنا كنا غايبين ومع الاسف غايبين. الجزائر ستكون مرشحه في مجلس الأمن الغير الدائم في 2024 رانا في مرحلة الترويج أيضا. نعم كل هذا مرتبط ببعض حتى كل الأحداث مرتبطة للترويج للجزائر. نعم شكرا. نروح مشاهدينا فصل قصير راجعين للحديث أكثر وأكثر عن القمة العربية التي ستنعقد في الفاتح والثاني من نوفمبر شهر الثورة ونتكلموا كذلك على أول نوفمبر نتكلموا كذلك على الشيخ المحروسة اللي راهو ومن بعد يتكلم لنا على واش دار الأسبوع الماضي. يلا فاصل ونواصل. نعود نرحب بكم مشاهدينا بهاد الأغنية ورمزية كذلك هاد الأغنية أنه شهدائنا والمجاهدين وكيفاش تعذبوا حتى بعض الشهداء مع لبناش حتى وين ندفنوا احنا يعني في أنا داخلين في شهر الثورة أو نوفمبر وكذلك انعقاد القمة العربية. فنعود نرحب بكم مشاهدينا وكذا بضيوفي الكرام. ربما قبل ما نعودوا نولوا للحديث عن القمة العربية نبيل وش نحو نسمعوا سمعوا مقطع موسيقي لواحد الشاعر يعني هو كان على كل حال كان منفي في مصر قبابطي رحمه الله وكتب رسالة للجزائر يعني يقول فيها من نبات راعي الحباب الجزائر. يلا نسمعوا. من نبات راعي الحباب أشياء
حلتو دموعو عالخد شي غزاير لحنين لرحيم يعلم أشبيا حالتي ودموعي عالخد شي غزاير الشحالة من جراع ما فراق فراق كيسان الوجراع بحور من بعدهم من بعدهم يغيب الشحالة من يضل ويبات يبات سهران طول عمره يتمنى يلاقي لحباب الشحالات من هومك وي بصهد نيران ينشد على الأحباب ودمعته دمعته والسكين يا حمام أعنى لي وعمل جميل فيا بلغ سلامي يا الورشاه الى الجزائر جود راهو حاضر معانا والاله بين يديه وصوت يعطيك الصحه شكرا جزيلا سلطاني راك ايمو بيان سور باسكو بون الاغنيه هذه عندها تاريخ وعندها قصه وعندها رمزيه رمزيه تعود للاستعمار الاستعمار نعم. البوندي هذا يلي نفل الجزائريين شرد الجزائريين قتل الجزائريين وهذا الشيخ هذا اللي كتبه هو القبابطي ربي يرحمه نخلي الشيخ ويحكي عليه كان ديرونجي فرنسا هنا في الجزائر قبل ما نروحوا للشيخ المحروس ربما محمد سيد محمد قماري عنده تدخل هو في نفس السياق يعني انه لابد ان نعرف انه الاستعمار الفرنسي كان من صحيح انه هناك النهب الاقتصادي القتل التجويع لكن كان شيء مهم جدا هو الامور الثقافيه في عهد الحاكم العسكري الاول كلوزيل كان أشهر من بعد كان فا محمد بن العنابي سنة 1830 إلى الإسكندرية في مصر وهو مفتي المالكية في الجزائر لما جاء بيجو في الأربعينيات 1840 من القرن التاسع عشر انفى مفتي المالكية اللي هو الشيخ مصطفى بن القبابطي والشيخ مصطفى بن القبابطي عنده ميزة لماذا نفي حاول أنه يتجنب بعض الصراعات المباشرة مع بيجو والسلطة العسكرية الفرنسية لكن السلطة العسكرية الفرنسية كانت تريد فرض التعليم المدني المسيحي على الجزائريين فلما اتصلوا بالشيخ مصطفى بن القبابطي مفتي المالكية وطلبوا منه أنه يخرج قرار في ذلك الوقت لإجبار الجزائريين على دخول المدارس المدنية الفرنسية قالوا أنا لا أملك مصير الجزائريين الأهالي من الجزائريين يرفضون هذا
الامر. ففهم بيجو انه ما فيهاش لعب يعني انه الامور مغلقه يعني يعني ما فيهاش مناقشه حتى يعني, نعم الامر غير مطروح. فنفي الشيخ الثاني يعني نفي الشيخ الاول محمد بن العنابي الى الاسكندريه والشيخ مصطفى بن القبطي. وهنا ربما الشيخ المحروسه كاين اشاره برك خفيفه لابد ان نفهم انه الاستعمار الفرنسي سواء الامير عبد القادر او محمد بن العنابي او الشيخ مصطفى بن القبطي كلهم لابد هم اختاروا المشرق ونحن في القمه العربيه ونتحدث عن هذا التواصل الكبير بين هذه الأقطار. لكن الاستعمار الفرنسي كان لابد يزورهم إلى ميناء طولون. علاش ميناء طولون؟ لأنه ميناء عسكري بجهة, وأنه ميناء طولون هو الميناء الذي كان فيه الاستعمار الفرنسي يلقى الويلات من العسكرية والبحرية العثمانية. نعم, شكرا سيد قماري. واليوم المنافسة راهي شرسة مع الشيخ المحروسة والسيد قماري. يلا الشيخ المحروسة. على كل حال نقول لك على سيدي مصطفى القبابتي وضيف بعض المعلومات أنه سجن مدة 3 سنوات من 1840 إلى غاية 1843 ونقل إلى يعني إلى الأسكندرية. هو ابن الجزائر. ابن القصبة ولد في 1769 وعاش 91 سنة وتوفى 1860 وكان ساكن بدار الزهر التي حطمها الاستعمار الفرنسي وبنى فيها البالي كونسيلير اللي هو حاليا الغرفة التجارية الصناعية الجزائرية متواجدة بأسفل القصبة. هذا الرجل الذي صمد لأن كان عنده علاقة مع الداي بعدما تم تنصيبه 1824 كإمام جامع الكبير. 3 سنوات بعد ذلك أصبح مفتي وقاضي ملكي بجامع الكبير. بعد دخول الاحتلال الاستعمار الفرنسي الدمار هاشم 1830 صمد مدة 10 سنوات لكل ما هو ملف الحابوس وكما قالك الدخول إلى المدارس الفرنسية الكولونيالية أصمد وتم نفيه. لما تم نفيه الإسكندرية كانت له فرصة لأنه كان قريب من الداي بعد ما تنصيبه تعرف على الكاتب تاع الداي حسين في الإسكندرية وقدمه إلى الباشا محمد علي. وهنا محمد علي أعطاله المسجد الملكي يشرف عليه ويدير فيه دروس وحلقات. وبعد الوفاة تاعه في 91 سنة وهو توفى تم تدشين شارع بالقاهرة بالإسكندرية شارع سيدي مصطفى القبابطي. وهذا القصيدة كتبها في عمره 74 و75 سنة. رسلها إلى زميله بالقصبة ويذكر فيها كل الجزائر الوحش اللي خلاها. شكرا لك شيخ المحروسة. دونك فوالا استدير واش قال الاستاذ قماري زاد واش شرح الشيخ المحروسة. يعني بين لنا هذه رسالة للشباب اليوم بانه راك في بلاد اعتز بها وزوخ بها وشنو شرفها اخويا العزيز بالسلوك تاعك بالاخلاق تاعك بالتصرفات تاعك الى اخره. لازم تعرف باللي راك في بلاد اللي هي الجزائر. هاد البلاد هذه سي با ان اكسيدون دو ليستوار, يعني ماشي صدفه تاريخيه, ماشي قال جات هكذاك من عدم. لا عندنا تاريخ وتاريخنا مكتوب ومشهور ولا بس علينا يعني. فزوخ ببلادك وشرف بلادك يعني. نعم, شكرا لمحمد سلطاني. نعود نشكر الفنان نبيل مجوت على هذا الأداء تاع القصيدة. لكن عاود نولوا للقمة العربية مع السيد رضوان بوهيدل. نقولوا فقط أنه احنا نتكلموا على الفاتح من نوفمبر والثاني من نوفمبر, لكن العمل ما راح يخلص في الثاني من نوفمبر للقمة العربية. الجزائر ستقود كل هذا القمة العربية طيلة سنة كاملة وحتكون يعني خرجات ماراثونية بالنسبة ل يعني وزير الخارجية والدبلوماسية الجزائرية طيلة سنة كاملة. بالفعل, والعمل لن يبدأ في الفاتح من نوفمبر أو بدأ في السابق. هذه القضية الإعلان الجزائر ما بين الفصائل الفلسطينية, لقاء المصالحة ما بين محمود عباس وسيد هانية تاع حماس أشرف عليها الرئيس تبون في 5 جويلية, حتى رمزية التاريخ يعني كان قادر يلاقيهم في أي تاريخ آخر, لكن فضلوا أنه الرسالة ولا الميساج يكون في الفاتح من في 5 جويلية. نفس الشيء بالنسبة للقمة. لا أكيد أنه القمة اليوم راح تكون فيها اليوم خلينا نقول ورقة الطريق ولا فيدروت راهي واجدة, يصادقوا عليها وزراء الخارجية يتفقوا على أهم النقاط
كاين خطوط حمراء، هذه بين قوسين شئنا ام ابينا كاين خطوط حمراء اللي قدرت تخلق نوع من الحساسيات ما بين الاخوه العرب. بين الخطوط الحمراء هذه كاين الوان اخرى يعني وين؟ لا والله كاين محمد، شوف هي يا خطوط حمراء يا كل شيء يجوز. الخطوط الحمراء بين ما نظنش انا راح يهضروا على التطبيع، والكثير من الدول العربيه راهي مطبعه مع الكيان الصهيوني، ما نظنش حيهضروا حتى سوريا. كي تحدثتي على سوريا، سوريا موضوع حساس، انا نظن انه راح يتجاوزوه في القمه هذه موضوع سوريا، لانه مازال موجود خلاف، وسوريا في حد ذاتها راهي غائبه عن مقعدها، المقعد حيبقى شاغر وفارغ. هذه من بين الخطوط الحمراء، لكن تبقى المفاجآت انه قائد معين يخلي وزير خارجية يعمل، يخلي المندوبين يعملوا، وفي نهاية المطاف ربما يقدم اقتراح. العمل اللي تحدثتي عليه يكون لاحقا، لأن الجزائر تسلمت البارح رسميا رئاسة القمة من طرف تونس، وراح تبقى رئيسة حتى القمة القادمة وتسلمها للدولة، لأنه آخر قمة كانت بتونس سنة 2019. محمد هنا نروحوا للتنفيذ، كما يعلن الجزائر تاع الفصائل داروا 10 نقاط، لكن تنفيذها خلال السنة هو المشكل. هنا المسؤولية راهي على الجزائر، الجزائر تحتو الجزائر دولة كل يتمحور عن القمة العربية لتجسيدها على أرض الواقع. الأمر صعب ومسؤولية، لأنه بعد حيش عارف ما يقول لك الجزائر ما قدرتش، الجزائر ما عرفتش. تفضل محمد. أنيسة أعطيني ثانية إذا كنت كرمت. الآن مقبل أستاذ رضوان أشار لواحد المسألة، هو أنه 2005 و 2022 ولا 2001 ولا المعايير تغيرت. نعم، صادير اليوم المواطن العربي اي دوفنو اكزيجون، معناه اصبح يساهم بشكل او باخر في تسيير الشان العام. ما معنى الكلام؟ اليوم وسائل التواصل الاجتماعي الناس تتكلم كامل، في 2005 يعني كاين غير التلفزيون العمومي او التلفزيونات العموميه تتكلم على هذه الاحداث اللي تجمع القاده العرب. اليوم القاده العرب يعني خارج الخطوط الحمراء اللي ذكرها الاستاذ رضوان، كاين مجالات اخرى يا صاحبي اليوم. اليوم اقتصاديا، تجاريا، انسانيا. نعم تفضل. العرب في الحقيقه على مستوى المجلس عشنا كثير، استهلكنا كثير من المواضيع السياسية يعني بصراحة. والمعروف أنه الاتحاد الأوروبي لما انطلق في الخمسينيات، يعني بوادر الاتحاد الأوروبي كانت أمور اقتصادية، كانت أمور تنسيق في خارج مجالات السياسة. فالقادة العرب الآن أمامهم فرصة تاريخية حتى يحققوا، يعني عيب أنه يا أستاذ اسمح لي نقطة فقط. الاتحاد الأوروبي ما كانش كاين تفاوت، ومن بين شروط ما يكونش تفاوت. هنا مع احترام الجميع، ما تقارنش جيبوتي، اقتصاد جيبوتي مع اقتصاد السعودي ولا الاماراتي. يا استاذ رضوان، نحن نتحدث عن الخمسينيات، ومعروف انه الاقتصاد الجزائري والنهضة الجزائرية مثلا، أن دولة كالبرتغال ودولة كإسبانيا كان الاقتصاد الجزائري أحسن طبعا، كان الاقتصاد الجزائري أحسن. لكن بين البرتغال وإسبانيا كانوا متقاربين، ما كانش واحد ضعيف وغايب تماما وواحد عنده اقتصاد. تفضل نحن نتحدث عن تحريك فواعل أخرى. طيب ما المانع الآن أنه الدول العربية التنسيق الأمني موجود، وربما شيء مهم جدا أنه اتحاد وزراء الداخلية العرب دائما مجلسهم يعقد في وقته ولا إشكال هناك. لماذا الفيزا مثلا والتأشيرات مفروضة على كثير من الدول العربية؟ أنت لو تروح للقاهرة أو واحد من القاهرة يجي الجزائر لابد من التأشيرات. فأمام القادة العرب هذه الفرصة، هذه السانحة لتفعيل الأمور الأهلية، الأمور المدنية، الجمعيات المجتمع المدني، الجمعيات العالمة في الجامعات، الأمور الاقتصادية، التبادل الاقتصادي. فقد نرجئ بعض الخلافات السياسية على مستوى القمة. سيد قمري، هي فرصة لتفعيل آليات جديدة يعني مشتركة مع الدول العربية، لكن بواقعية. ما يعني أحيي فيك الرؤية المثالية،
يعني شيء جميل، لكن نكونوا منطقيين، وأنا جزائريين وعرب إلى آخره، ونتمنى هذه الرؤية أن تتجسد، لكن الواقع يقول شيء آخر تماما. هناك تفاوت كبير اقتصاديا اجتماعيا سياسيا، أنظمة سياسية مختلفة، دساتير مختلفة، حدود مختلفة، علاقات ثنائية وما يعرف بالعلاقات البينية مختلفة. احنا علاقتنا مع دولة معينة تختلف عن علاقتنا مع دولة أخرى، ورانا دائما في الجامعة العربية في الخليج كاين علاقات، كاين خلافات أو اختلاف في وجهات النظر، لكن هذا الشيء ما كانش كاين في الاتحاد الأوروبي. أعتقد أنه الاتحاد الأوروبي والسياق مختلف ولا يمكن القياس عليه، ولا حتى إعطاء عن الخمسينيات. لا حتى على الخمسينيات في أعقاب الحرب العالمية الثانية يمكن لل يعني صحيح يا سيدي، نحيي كل القادة العرب ومرحبا بكم وأهلا وسهلا ونحترمهم ولهم تقديرنا، لكن يبقى أنه نحن لسنا كتل لا تتحرك. هناك فواعل اجتماعية، هناك فواعل علمية، هناك فواعل اقتصادية يمكن أن يترك لها مجال للتحرك. في كورونا كان في أزمة وباء كورونا كان رأينا أنه ناس يعني مرضى من فرنسا ينقلون إلى 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 مستشفيات في ألمانيا. الأمر لا يحتاج. وشفنا أيضا في نفس الوقت قرصنة طائرات وبواخر فيهم كمامات إلى أدوية في داخل الاتحاد الأوروبي، يعني شفنا أيضا جانب. على القادة العرب أن يخرجوا من منطق للواد توتوريان هذا مكان معناه ما اتفقنا عليه نخدموا فيه، شي الأمور المختلفين فيها نعم وستجسد إن شاء الله بفضل الجزائر اللي قلنا أنها راح تقود الدول العربية وقمة العرب طيلة سنة كاملة، وهذا هو اللي راح يعني يوري دور الجزائر الفعال ما بين الدول العربية. وتصريح وزير الخارجية رمطان العمامرة قمة الجزائر فرصة فريدة لقضايا العرب الجوهرية، يعني لا بالفعل لأنه السياق مختلف. العالم مع ما يعيشه العالم اليوم في 2022 والإقليم العربي يختلف عن ما كان يعيشه في 2010. أنا متفقين على ما كان يعيشه في 2021 وفي 2021 و 2019. اليوم احنا رانا خارجين من أزمة اللي هي جائحة كورونا، أزمة عالمية، أزمة اقتصادية، تذبذب في أسعار النفط إلى آخره، اليوم الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها. نعم تداعيات الحرب. أنا أتوقع أنه ما يهضروش على سوريا، لكن ملف الحرب الروسية الأوكرانية حيكون من بين الملفات المطروع، لأنه تداعياته على العالم العربي مش على مصر والمغرب والجزائر، لا على العالم العربي. هذا الشيء اللي لازم نتفقوا عليه، أنه البيان الختامي في النهاية حيكون بيان ختامي. هذاك البيان الختامي ما راحش يمثل الجزائر أو تونس أو مصر أو السودان أو الإمارات أو السعودية، راح يمثل الموقف العربي. ما تصراش كما مثلا الفصائل الفلسطينية، احنا علاه بدينا مع الفصائل مش ما يديروش كما القمم الأخرى. يخرج بيان ختامي فصيلة أو أخرى، الحماس أو الجهاد الإسلامي أو الجبهة الشعبية، يقول لك لا هذه النقطة لا تخصنا ولسنا معنيين، احنا في الجزائر ما ناش حابين نلحقوا. ولهذا بدأت الجزائر القمة قبل انعقاد القمة. كل دولة يعني تتفق وتؤكد حتى بعد البيان الختامي تؤكد أنها متوافقة، وهذا هو النجاح. النجاح الأول والاجتماع في حد ذاته أنهم تلاقيهم ويجلسوا على طاولة واحدة، والبيان الختامي ما يهضروش عليه بعد، يقول لك أنا لست معني، أنا كنت ضد تلك النقطة. في النهاية الجامع يخرج بيان مهما كانت النقطة على فلسطين فلسطين على سوريا كل النقاط يمثل كل الدول العربية، هذا ما نتمناه. نعود نولي للفنان وحضر معنا، تكلمنا على القمة العربية سياسيا، لكن القمة العربية كذلك راح تنعقد في الجزائر، هي فرصة كذلك لكل ما هو فن، كل ما هو عاداتنا وتقاليدنا حتى نعرفوها أكثر للدول العربية. والله البارح شفت واحد الظاهرة بزاف عجبتني من مبادرة من وزارة الشباب والرياضة، الميزون دو جان، يعني كلفتهم باش يخلوا دراري يرسموا علامات تاع البلدان كاع اللي حضروا، يلونوهم يشكلوهم واشغال يدويه يعني يعني شيء يفرحني. يعني والله دخلت قعدت نشوف وبزاف امور
العلامات تاع الرسمينهم كاتبين شعارات كذا، يعني ما شاء الله. يعني شوف يعني امام وزاره الثقافه ثاني ساهمت، نعم ساهمت بالثقافه الجزائريه تاعنا، يعني من كاع الولايات بالبدوي بالعاصمي بالغربي بالكاع بالشرقي بالكاع جابوا النايلي. يعني حتى تمشي في الشوارع يجوزوا عليك فرق، فرق تاع المزود، ومن بعد يجوزوا عليك فرق ما شاء الله. الجزائر معروفه بتعدد يعني ثقافتها، ويعني وحنا تعدد ثقافتنا في الجزائر راهي ما شاء الله، يعني كاين اللي نعرفه وكاين ما نعرفه، كاين يعني ايه الوهراني الشاوي وتشوف تشوف يعني عفايس ما شاء الله. نعم مام دراري دراري صغار يعني يعني لي بتي جان يخرجوا يشوفوا كيسقسي وشنو هذه يتعلم. كما قال سيد بوهيده الكل معني بهذا القمه يعني بطريقه او اخرى. انا واحد من الناس فرحت يعني تشوف يعني الثقافه قاعد تخرج هكذا للشارع، يعني ماشي لازم بروتوكول ودير لها السياسه السياسيه، لكن حتى المجتمع المدني يعني عنده نصيب من هذا القمه. ضيف لك اسمح لي اخي نبيل، كاين معرض للكتاب العربي في قصر الثقافه بالمناسبه، ما نساوش هذه علاه ما روجوا لهاش، كنسمعوا بلافوار تاع الكتاب مرفوض تاع صافيك سمعوا به، لكن هذا مرتبط بالقمه ايضا، يبدا اعتقد 27 ينتهي حوالي 6 نوفمبر او 5 نوفمبر. هذا مهم انه معرض للكتاب العربي يتزامن مع، وكاين ضيوف كثار اعلاميين بالدرجه الاولى، وفود وفود كبيره، فرصه للترويج للثقافه، انه يروحوا للمعرض معرض الكتاب العربي. ما يعرف بالدبلوماسيه الثقافيه كما كان الدبلوماسيه الرياضيه الى اخره. ولازم نذكروا كذلك انه الجزائر يعني كما يقولوا فنانه وبروفيسيونال ومعلمه، معلم خليني نقول بالعباره هذيك الدارجه، معلمه في ممارسه فن الممكن. نذكروا مثلا اتفاق الطائف، نذكروا مثلا قضيه ايران والعراق الحرب، يعني الجزائر ساهمت في حل ازمات دوليه معقده جدا، على بالك ازمه لبنان، يعني ما اللي ما يعرفش ما يقدرش يفهم، واللي ما يعرفش كما يقولوا ايه كما يقولوا دركا ماشي مليح تسمع. فالجزائر تمكنت من حل عدة ازمات معقده، فرقة جمعت المتناحرين وفرتها بيناتهم، فالقمة حتى الفصائل اللي جمعتهم الجزائر ليس بشيء يعني هذا هو الشيء اللي يخليني نقول بانه القمه العربيه الجزائر راح تسيرها باريحيه ان شاء الله. هذا ما نتمناه بس عليها يعني ان شاء الله. الشيخ المحروسه تكلمنا على يعني حبينا يعني نعرفوا اكثر بالثقافه الجزائريه من خلال هذه القمه العربيه، كما درنا في وهران بوهران عاصمه الغربه في العاب البحر الابيض المتوسط. قبل ما نمشي برك عندي واحد باش نرد على جواب تاع السؤال، لما كان يتكلم على الخمسينيات ويتكلم على الاتحاد الاوروبي، حتى داخل الاتحاد الاوروبي فيه اختلافات وصراعات كبيره خاصه في الجانب الاقتصادي، يعني كل واحد يدافع على الاقتصاد تاعو والمصالح تاعو. برك الترويج الاعلامي عنده استراتيجيه ما يروجش، عنده يعني استراتيجي بيان سبيسيال اللي ما يمشيش صدى كبير تاعو. نعودوا في الجانب الثقافي، الجانب الثقافي فيه امور اللي حتى رانا نشاهدوا في الايام في الجزائر العاصمه، فيها عده حفلات تقوم مؤسسات الفنون والثقافه وغيرها مبرمجه، ومن خلال كل شهر هذا او نوفمبر وشهر المبارك نوفمبر الى طيله 5 جويليا 2023، لان كل هذا يدخل ضمن ما يسمى الستينيات. نعم كذلك هذا. نعم. دونك ستينيات الاستقلال، وهذا شيء مهم لان حتى هذه القمه جاءت في اطار الستينيات وفي الذكرى 68 لاندلاع ثوره التحرير المجيده، كل هذا الصدى ليكون صدى دولي وعالمي كذلك. نعم إن وهنا ان شاء الله كل فنان او كل رجل ابداع او انسان ليكون في الابداع مراه او بنت وكذا يحط البصمه تاعو. نعم كل هذا لترويج الثقافه الجزائريه. سيد قماري عنده تعقيب بعد. الثوره الجزائريه استطاعت ان تكون حاضره في الاقطار العربيه عن طريق الجميلات مثلا، معروف انه في تاريخ الثوره الجزائريه حضور المراه كان قوي جدا، وكان الايقونات الاربع الناس يعرفوا المجاهده جميله بوحيرت اطال الله في عمرها، لا لانه مثل فيلم كان شارك فيه عزة العلايلي إلى آخره. لكن
هناك أربع جميلات في تاريخ الجزائر، جميلة أبو عزة وجميلة أبو حير. نعم. وكذلك حتى في الاسم رمزية فقط، لأن كل مجاهدة، كل زوجة شهيد، كل زوجة مسجون هي جميلة من جميلات الجزائر. نعم. جميلة اسم يعني. نعم أكيد اسم، لكن تبقى الآن رمزية لأنه. لما كان الدكتور عثمان سعدي سفير للجزائر في العراق، جمع جزئين من الشعر، زوج أجزاء من الشعر العراقي، وكان كاتب فيه نازك الملائكة وأطراق، كان كاتب فيه السياب، كان كاتب يعني قصائد جميلة جدا في حق الجزائر. لما انتقل الدكتور عثمان سعدي إلى سوريا، أيضا أخرج كتاب عن صدى الثورة الجزائرية في الشعر السوري في ذلك الوقت، عند الشعراء السوريين في ذلك الوقت. إسهام الإخوة في ليبيا، إبراهيم المشيرقي وغيرهم في الثورة الجزائرية، إسهام الإخوة في تونس، الإخوة في المغرب، الإخوة فهذه ثورة في الحقيقة، اختيار واختيار والتفى بها التاريخ للقمة العربية. نعم. موفق جدا، لأنه في الحقيقة هي الثورة الوحيدة كما أنا. نعم. أعجبني أدونيس وهو يقول أنه إذا قلنا أن الثورات العربية ليس هناك ثورة في الوطن العربي إلا الثورة الجزائرية. يعني. نعم عاود ذكرتنا. نعم شكرا، الحديث راه شيق، لكن نروح فاصل قصير ونرجع. عمر في بلادنا نكسر سيف الظلم في الحروب هلكوه الشجعان ضحات الرجال في الغيب والصحراء وجبالنا تحيا الجزائر حرة ويحياها والشباك تحيا الجزائر حرة رجال نعود. نرحب بكم مشاهدينا في الجزء الأخير من برنامج أنسة، شو حديثنا راه حول القمة العربية التي ستنعقد في الفاتح والثاني من نوفمبر شهر الثورة بلد الشهداء. لكن حنعود نقول بكم أسبوع من قبل هو اليوم الوطني للصحافة، لأنه شيخ المحروسة تكرم في هذا اليوم، اليوم الوطني للصحافة المصادف ل 22 أكتوبر، واللي تكرم فيه المحروسة تحت شعار قلمه الذاكرة تحت إشراف وزارة المجاهدين وذوي الحقوق. تكلمنا على هذا التكريم. قبل كل شيء يعني أنيسة وجماعة الحضرين، أني شرفني هذا التكريم نظرا لخدمة المحافظة على الذاكرة. لما أقول الذاكرة أقول تاريخ الجزائر، لما أقول تاريخ الجزائر ما فيش مستقبل بدون الماضي ماضي. وهذه. نعم. هي الذاكرة، كل هذا كان تحت إشراف وزارة المجاهدين وذوي الحقوق بتنظيم المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء. كانت فيه لجنة، تم اختيار صحفيين ليخدموا على طول السنة على الذاكرة الوطنية. وأنا تعرفي بلي شيخ المحروسة عنده حصة تعلق بأمر الذاكرة في إذاعة البهجة، وهالشرف يعود إلى إذاعة البهجة مدة 7 سنوات اللي هي تاريخ الشهداء وزنايق وكل هذا. و كذلك التلفزيون العمومي اللي كنت في حصة لقناة الذاكرة اللي هي تحت عنوان أو تاريخ بعيون براءة، وشيخ المحروسة حضر في كل المحافل الرسمية اللي تعلق بالذاكرة الوطنية، وهذا الشيء مهم. وحتى ألقي محاضرات وغيرها سواء هنا أو خارج مدينة الجزائر العاصمة أو خارج الجزائر. كل هذا زيد لي تكليف، لأن ليس بتشريف هذا، أن التكليف لما يتعلق الأمر بالذاكرة بالشهداء بتبليغ رسالة الشهداء ليس بتشريف، بتكليف. لأن تعرفي بلي الألفية الثالثة هو صراع فكري وثقافي، خاصة تاريخي، نظرا لما رأيت يعني شفت عدة تيارات خارج الجزائر في هذا. ولهذا نشكر رئيس الجمهورية باهتمامه البالغ للمحافظة على الذاكرة، كل في خطابه كل مرة ينص على المحافظة على الذاكرة، وهذا يهم كل مواطنين، كل واحد لازم يحط البصمة تاعنا، لأن حان الأوان أن تاريخ الجزائر يكتب بأقلام جزائرية،
مثل هو شعار قلم الذاكرة شعار هذه اليوم أو هذا اليوم لليوم الوطني الصحافة يكتب بأقلام جزائرية ليس كما كان في العهد الاحتلال الاستعمار الفرنسي الدمار الغاشم كتب لأغراض سياسية عسكرية دينية ثقافية واجتماعية. حان الأوان نحن عندنا إطارات كفاءات باحثين في كل مجالات أننا كلنا لموا الشم ونكتبوا تاريخنا تاريخنا الحقيقي ما يجيش خلف البحار. نعم حنا نقول لك مبروك تتويج الشيخ المحروسة وتتويج يعني وتكريم مستحق. نشكر كل المنظمة ونشكر نعم. إذاعة البهجة اللي صح المحروسة قا واش درت معايا برامج ما جبتش كاع باللي درت مع انيسه برامج انا نسلفي هذاك تخوفي على بالك كل تلفزيونات تسالفي لا انا انيسه لان هذا كريمة نعم. على اساس انها اذاعه الباجه اللي مكتوب في اذاعه نعم. الباجه مكتوب في اذاعه الباجه هذا نعم. انا مشيت لكل القنوات الخاصه والتلفزيونات لان لو كان كانت قناه نسلفه كلكم تسال كل جزائريين يسالوا في الشيخ المحروسة هو ملكية كل جزائر نعم وسيد قمراوي شوف هذاك التتويج ممكن نقطة مهمة هو نعم. نقطة مهمة جدا أنه التاريخ لابد أن يكتب بأقلام جزائرية نعم. وأذكر أنه جوانب عسكرية لكن هناك جوانب استخباراتية جوانب تشويه استخباراتي مقصودة من ذلك أنه كثير من الجيل السابق كان متأثر بواحد الصحفي خطير جدا اسمه أوسكار كذا والمشهور بإيف كوريير إيف كوريير لا مش غير لا باتاي دالجي لي زونفون دو لا توسان كذلك لي زونفون دو لا توسان اه وي نعم لي فيس دو لا توسان وانا ماذا بيا نوقف عند هذه المناسبه صحيح انه في التاريخ الميلادي الثوره التحريريه انطلقت في اول نوفمبر لكن لا ننسى لكن لا ننسى أن الثورة التحريرية انطلقت في المولد النبوي الشريف نعم. سبعة أيام أسبوع نعم. يوم الاثنين سبعة وكان اختيار يوم القديسين نعم. لأنه الفرنسيين كانوا في احتفالاتهم في احتفالاتهم وكان الاختيار الحقيقي أنه الانطلاقة في المولد النبوي الشريف نعم. لكن كان تقديمها على 12 ربيع الأنوار أو ربيع الأول بسبب أنه الاحتفالات بيوم القديسين اللي هو يوم ديني تحتفل به الثكنات الفرنسية يحتفل به المجتمع الفرنسي استغل جماعة 22 ثم الخمسة أو الستة اللي زيد واحد اللي فوضتهم جماعة 22 أنهم ينسقوا باختيار هذا التاريخ أول نوفمبر طيب إحنا ما اختلفوش أنه المعروفة أنها ثورة أول نوفمبر وما عندناش مشكل لكن تشويه عند إيف كوريير أنه سماهم لفيس دو لا توسان بمعنى أنها نسبة ليوم القديسين نعم. لما جاء في الجزء الثاني لطون دو ليوبار لورد كولونيل يعني تشويه مقصود وهذه السلسلة من الكتب صدرت بين سنة 68 و71 وكثير من الناس أنهم بلعوا السم في الدسم وأنه الثورة التحريرية عبارة على خلافات بين العقداء نقول أنه بين لورد كولونيل خلاف العقداء إلى آخره وبين شابة صغيرة جميلة جدا عمرها 19 سنة ولا لبس عليها ماديا ترسل رسالة يعني لوالديها تقولهم إن أنا يعني أنا ما أقدرش نزوركم وهي في مخبأها في القصبة وتقولهم لا أستطيع أن أزوركم ولكن إن لم نلتقي هنا في هذه الحياة سنلتقي في الحياة الأخرى رسالة زبانة رسالة يعني هذه الرسائل تدوش رسالة زبانة تقول يكتبها صحابي جليل من الأخر بالله الذي لا إله إلا هو غير رسالة زبانة وكأنه كتبها صحابي جليل يعتبر شهيد يعني أول شهيد تاع المقصلة يعني يعني وكل هذه الأمور يعني يرميها إيف كوريير وفي أسلوب قصصي جميل يغري الناس وربما يحسوا أنها يشعروا أنهم يتكلموا
صح أنه كل الثورات فيها خلافات في القمة فيها، لكن هذا المواطن الجزائري اللي يدفع بفلذة كبده يقول له روح حر بلادك، هذا المواطن الجزائري الذي يقتسم القوت على قلته مع المجاهدين، هذا المواطن الجزائري الذي ضحى بالكثير من الأمور وخطي شارل وموريس يعني هذه الأمور كلها يلقي عليها إيف كوريير التراب ويحدثنا على صراعات العقداء إلى آخره. خلينا نقول خلاف العقداء. نعم. وهذا الشيء معروف أنه يعني في كل ثورة يكون خلاف. وهو أنه الثورة الجزائرية هذه نقولها الليجوان هذو ملي ربما كل دورة يقول لك واش التاريخ هذا تاريخ مزور يكروا كلام هكذا لا يلقون له بال وما لبلوش مسكين بلي يقول في كلام خطير جدا وتداعياته خطيرة جدا. يا وليدي يا خويا يا إنسان يا مواطن جزائري، الثورة الجزائرية قام بها بشر ولكن اختارهم الله وحق الاستقلال كما قال سعد دحلب رحمه الله تعالى ميسيون أكومبلي مهمة منجزة. نعم. وريلي الشعب هذا العالم هذا دار واش دار الشعب الجزائري. نعم صحيح. مهمة شكرا. منجزة خويا. نعم. حرك بعد 132 سنة من الاستعمار. نعم. القوة نعم. الثانية اللي كانت أنا نعم. ونكملها باش نختمها لما تكلم على الجميلات لما تكلم على حسن نعم. بن موالي تصوري في إحدى يعني كانت تناقش مع جميلة بوحير اللي يا ربي يطول في عمرها اللي هي من الجميلات قالت لها يعني لما نمشي للاستقلال انا ان شاء الله نكون استشهدت قالت لها ما تنساش لما تجي تزوريني جيبي لي ورده حمراء يعني الشطبه تاعها خضراء ليرمز الى الجزائر. كانوا رغم انهم شباب في سنهم كانوا يفكروا بذكاء نعم. انسان كبير نعم كان عندهم الاستشراف الجزائر نعم ونقول فقط انه كذلك لهذا الذاكره نعم الذاكره مهمه جدا. الشيخ المحروس نقول فقط انه احنا نتكلموا مثلا جميل تكلمتوا على جميل ابو حير الدرب يطول في عمرها لكن نتكلموا كذلك على المجاهدين والشهداء في القرى في الجبال ربما ما داوش حقهم كاسماء مدونه لكن ساهموا في استقلال الجزائر بلا ما نساو اعضاء 22 المفضل للثورة أنه الكل ما كانش آمن أنه شباب راح يفجروا الثورة ولكن فعلوها ليلة نعم كل هذا الشيء احنا نفتخروا بها على يعني وإحنا داخلين في شهر الثورة راح نتكلم في حضرة الأساتذة نعم. وكاين ناس كبار عليا يوم 31 أكتوبر نعم. 54 أي جزائري تقولي له بلي غدوة راح تنفجر الثورة نعم. وش يقول لك يا تخدمي مع فرنسا يا أنت مهبولة نعم. يعني لحقنا مرحلة اليأس رب العالمين خير هاد 22 نعم. وخير هاد 6 نحبوا ولا نكرهوا فجروا الثورة نعم. فجروا الثورة اللي قلت لك اللي يتكلم على الثورة في 31 أكتوبر 54 صحيح. إما مجنون إما يخدم مع فرنسا جاوا 22 هادو هاد 6 هادو حرونا قد ما نقول لهم قليل يعني. الحمد لله ما بقاش الاستعمار في بلادنا فقط نحلوا قوس كذلك بما أنه إحنا ندخلين في شهر الثورة كذلك الـ الأفلام التاريخية اللي تعالج شخصية تاريخية كذلك لها دور كما قال شيخ المحروسة القلم بأيدي وخط جزائري وريشة جزائرية كذلك الأفلام راح يكونوا مرجع للجيل القادم إن شاء الله تكون معالجة اسمعك تم عرض فيلم نعم. صليح حاولت قبليه نعم كذلك وزير السابق شارط التصوير فيلم حمد بوغرة اروع الافلام شفتو نعم. كنت حاضر في قاعده ابن زيدون نعم. هذا محمد بوغرة للاشاره وصحاب الاشاره يفهموها مليح محمد بوغرة والديه زايدين في قنزات نعم في سطيف بلديه تيست هذه يقولوا لها هو زاد في خميس مليانة ومات في المديه يعني نقول زاد في خميس مليانة إشارة مهمة جدا من قنزات بلاد قبايل نعم. نعم. زاد في خميس مليانة وكلها الجزائر نعم. ومات في المدية نعم. قتل السوداني أبو جمعة من القلمة نعم. وجا العاصمة نعم. ومات من جهة نعم. القليعة يعني على كل حال وهذا هو النجاح الجزائرية أنه كنا موحدين وبلد واحد وراية واحدة وكان الهدف واحد نقول فقط نذكروا أنه حتى المعالجات في الأفلام التاريخية مهمة ومهمة جدا ولهذا كاين ناس تتشاور على النص وعلى يديروا قراءة
أولى وثانية وثالثة لهذه الأفلام التاريخية، لأنها راح ترجع مصدر للأجيال القادمة. سلطاني، قبل ما نروح للحدث الهام هذا الأسبوع، تم اتخاذ كل التدابير لاستقبال كذلك الوفود الإعلامية لتغطية أشغال القمة. أكيد، وكما قال الأستاذ رضوان قبل قليل، القمة العربية حدث كبير جدا، وإعلاميين قادرين احنا نسيروا، ما كان حتى إشكال، والآن وسائل التواصل الاجتماعي موجودة، والإعلاميين العرب وحتى ماشي العرب يجوا يؤدوا المهمة تاعهم على كاملي تسمى بأريحية، مرتاحين. يعني القمة العربية ماهيش غير بيان ختامي وإشغال، القمة العربية حتى دي زاكوتي هكذا، وراح تكون خدمة كبيرة جدا. يعني نتمنى التوفيق للقناة البلاد، لزملائنا في القنوات الأخرى، للتلفزيونات العمومية، أنهم يؤدوا خدمة في القمة إن شاء الله. هذا ما نتمناه. نعود نولو للحدث الرئيسي، نتكلم على ملعب براقي سلطان. ملعب براقي حاجة كبيرة جدا، حاجة كبيرة جدا ما شاء الله، شفنا يعني، وهذا إنجاز عظيم. فقط نحب نقول رسالة للشاب الجزائري هذاك اللي يروح يشوف مقابلة في كرة القدم، ما كما يقولوا ما تكسرش السياج، وما تصفرش على ليم ناسيونال تاع يونيكيب تسمى منافسة، يعني فريق جاي يلعب مع الفريق، ما تصفرش على النشيد الوطني تاعو، تارك تمثل الجزائر يا صديقي، وزيد دير في بالك بلي الكرسي هذاك اللي تكسروا او خلصوا باباك من جيبه يا خويا العزيز، وخلصتوا انت من جيبك، والدوله الجزائريه الخزينه العموميه، الخزينه العموميه او الدوله الجزائريه راح تنحي لك من الخزينه العموميه قسط من الاموال باش تعاود تخدم به هذاك الكرسي. دونك وزيد بالمناسبه، يا كاين حديث هذه اليامات على ملعب تيزي وزو، ملعب تيزي وزو انا نتمنى محمد سلطاني اتمنى ان يسمى باسم أعمران. نعم، أعمران اللي ما مسمي عليه والو في الجزائر. نعم، هذا اقتراح يسمى بأعمران. نعم، اللي هو كذلك مجاهد. نعم، كبير جدا وقائد كبير جدا في الثورة الجزائرية. يعطيك الصحة، شكرا. ونقولوا فقط أنه احنا نتكلموا على الوطن والوطنية حتى لما نحافظوا على الملاعب ونحافظوا على المنشآت اللي موجودة لمحاطة بنا، هذا يعتبر يعني حضارة وروح وطنية، لأنه أنا نحافظوا على بلادنا. فنفس الشيء بالنسبة للملاعب، شاب الجزائري يقول لك ما كاش خدمة وما كاش كذا ودرت هذيك، إيه بصح يا صاحبي، أنت كسرت ستاد، أنت سرقت هذاك تاع لافالوار يعني الخنادق ولا المجيريات، انت كسرت الطريق، انت درت هكذا، انت شوهت صوره الجزائر. معليش مانيش نصدر عليك حكم، كيفاش تحب يجيك لانفستيسور اترونجي، هذا المستثمر الاجنبي، كيفاش يجيك الجزائر وانت وسخت صوره الجزائر؟ يا وليدي ويا خويا، سقم صوره الجزائر ومارس مواطنتك بامتياز، يجيك ليترونجي يستثمر وليد بلادك وتخدم وتولي انت لاباس عليك. نعم، يعني المستوى المعيشي في البلاد يرتفع. نعم، يعني هذه ثقافه، هذه ثاني لازم الشباب هدايا، ماشي كاع طبعا. انا احنا نتكلموا على الامور السيئه، يعني مانيش الناس اللي باينه، يعني ما نتحدوش عليهم كاع، انسان باش ما يكونش يجرحش في الهضره ولا يعني في الحقيقة صح، تشوفي استاد 10 سنين واحد يستنى وقتاش يوجد هذا الاستاد، وهو هذاك الشاب هو اللي راح يعاود يطلع لهذا نفس الملعب، هو اللي راح يعاود يشاهد المباراة. نعم، صرف سنجوي على الكراسة لو كان اللي تعاودوا، لو كان عاودنا بنينا استاد واحد اخر يا اخوانا، الدراهم هذوك نحتاجهم يصرفهم يعني عليا، اسمح لي، يصرفهم عليا رئيس الجمهورية في الدواء، يصرفهم عليا في القرايه، ونفس الشيء سلطان، نفس الشيء الملاعب والمساجد. نعم، وكل المنشآت نتكلم على كل شيء. بالك ممكن استاد بوكو بلوس استاد، يعني هو اللي معليش انا مانيش نقول لا، انا نقول الدوله الجزائريه لازم تبني الملاعب. الملاعب على كل حال لازم تبني الملاعب بصح، وشنو ثاني الشباب هذا يعني اللي راهو يعني طالع وكاع، لازم انسان ثاني يحس باللي هذه حاجته ديالو. نعم صحيح، الله شوف خويا العزيز، اليوم ماك ريحت هذا الكرسي والله، غير نزيد نقول كلمه والله ما نزيد نهضر. لا لا غير زيد، لا لا معليش، زيد محمد، كاين بزاف ناس كلمه زوج يقول لك واش خلاها لك باباك؟ نعم خلاها لي بابا، خلاها لي بابا، بابا هذا هو اللي عرق على هذه البلاد هذه، سال عرقو بابا ما حر كيما مجاهد، ما عليناش بصح سال عرقو خويا، سال عرقو على هذه البلاد، خلاها لي بابا. انا نخلص لي زامبو تاوعي، والجزائريين بزاف اللي خلصوا لي زامبو تاوعهم. رئيس الجمهوريه مؤخرا تكلم على المساله هذه، لازم
خويا ما تفسدش سبحان الله، هذا هو وطن، ما تفسدش ما تمسوش، هذا ماشي ديالك، ماهيش حاجتك باش تكسرها، ماشي غير في يا ودي بزاف امور. نعم. يعني كنا نقولوا نعم حنا ماناش نجملوا، لكن نقولوا الامور هي السيئه صح ثقافة. حتى أنيسة والله نفتح قوس، نفتح قوس صغير. نعم يلا. هي ثقافة 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 أمس كان الشباب تاع الأمس كانت عنده ثقافة. أنا شكون حضرت ألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 75، كنت نحضر كل عام كأس الجزائر اللي كانت يعني في ملعب 5 جوليا. ثلاث سنوات بعد ذلك الجزائر في 78 دارت الألعاب الإفريقية 78، تحصلت على الميدالية الذهبية ضد نيجيريا في كرة القدم، كان تسجيل علي بن شيخ على كل حال هدف لصفر. كما خلينا الملعب في 75 صبنا المركب نفسه، ولهذا احنا مسؤولين، مسؤول الشباب، كل مواطن. نعم. لازم نحافظوا، هذه ارض جدودنا، المواطن نفس الشيء بالنسبه للمحروسه. تكلمنا على الملاعب، تكلمنا على كل الامور اللي المواطن هو راهو يستعملها يوميا، ونفس الشيء بالنسبه للقمامات، يعني ينظف السياره ديالو باش يرمي من النافذه، فهي هي كلها سلوكيات لازم تتغير. على كل حال صح. نعم. حتى نروحوا والله غير في ثانيه. نعم. في ثانيه انت يا مواطن كي ترمي قوبلي، نعم، شحال يسقى منا الطبيب القوبلي هذاك؟ شحال يسقى منا دواوات سبيطارات والاكياس البلاستيكيه نفس الشيء؟ قوبلي، نعم، رميت قوبلي برا، شحال يسقى منا الطبيب؟ ما معروف باللي البلاستيك البيوديغراداسيون تاعو 5000 سنه. نعم. يعني مشكل كبير، مشكل كبير في الرمي العشوائي هذا. البلاستيك الرمي العشوائي الكثير من يعني العوادم هذه اللي رانا نرميوها تكلف، ويقدر المرض الواحد بالكونسير مثلا يقدر شحال يسقى من هذا المريض. والناس اللي يتكلموا على الصحة يتكلموا عادة على المستشفيات. نعم. لكن الصحة تبدأ بالمحيط. نعم، بالمحيط. وحنا نقولوا قوبلي وش راح يدير، لكن يدير بزاف أمور. احنا سلوكيات إن شاء الله تتغير عند الجزائريين. سيد رضوان بوهيد اليوم صراحة أنا يعني بالك باش نختموا القمة العربية اليوم في برنامجنا، نقولوا أنها إن شاء الله نجحت قبل يعني بدايتها. لا، هي نجحت يوم تحديد تاريخها، يعني نجحت، يعني حتى احد القنوات الاجنبيه يعني يوم امس فقط اول سؤاله قال لي ما هي مؤشرات نجاح هذه القمه؟ قلت له يكفي انها ستصبح قمه الجزائر، يعني الاسم، يعني فخامه الاسم. لا. اعتقد انه يكفي، يكفي لان تكون ناجحه. قمه نوفمبر يا قمه اول نوفمبر، والله كان هذا هو جوابي الاول، ما دخلنا في التفاصيل، لكن انه تكون قمه الجزائر اعتقد كافي، رغم كل المحاولات. نعم صحيح. والاستهدافات لافشال هذه القمه، ونزيدك، والمحاولات ما زالت الى هذه اللحظه وستبقى، وحتى إلى آخر الكترونيا سيد بوهيدي بكل مجالات. نعم. اعلاميا واحد. نعم. الدوله ما نحكي لكش. نعم. شوفي اعلاميا الكترونيا شوفوا. نعم. في صوره الجزائر، نعطيك مثال فقط، ولي العهد السعودي لما بسبب صحي اعتذر عن الحضور، وبعث وزير الخارجيه وداروا. نعم. بيان، قال لك باسم العاهل السعودي يعني الملك، قال نحن مع الجزائر. نعم. في اي شيء تتخذه وتقرره. احدى الدول العناوين بدايه البوادر فشل، رفض السعوديه الحضور، غياب السعوديه يهدد قمه الجزائر. هنا راه نشوفوا باللي كاين استهداف حقيقي. تجاوزناه احنا، تجاوزناه حتى قضيه الفصائل الفلسطينيه. دليل ردود الفعل محمد، لو تابعت ايضا ولو تابع الجميع ردود الفعل، كاين غياب لعدد من الدول العربيه والاجنبيه اللي ما كانش رياكسيون، لا اثمن لا اشكر. صحيح. لا الى اخره. هذا يطرح تساؤلات. نعم. انه وهذه تاع الفصائل هي الديباجه، هي. نعم. هي الانترودكسيون او. نعم. البريامبول تاع هي المقدمه، ولا هي المقدمة منها القمه. اكيد اكيد العرب. لذلك. نعم. يجب ان ما لازمش نتشوكا ولا. نعم. نتفاجئوا لما نشوفوا هجومات على القمه الى اخر لحظه، حتى البيان الختامي ولاحقا هذيك السنه اللي تحدثتي عليها. نعم. للجزائر مجبره تتحمل مسؤوليه
تجسيد مخرجات القمة. يعني نتوقعوا كاين أطراف يخدموا أجندات معينة لا يريدون الخير لا للجزائر لا للأمة العربية، سيحاولون تشويه كل ما جاء في هذه القمة. لذلك يجب أن نتجاوز هذا الأمر. الجزائر أعتقد أنها واعية، يعني تجاوزت الكثير من الأمور تاريخيا، يعني منذ الثورة وبعد الاستقلال، يعني كنا ربما بلد آخر رو غرق، لكن الحمد لله لدينا ما يكفي من الخبرة لمواجهة هذا نوع من الهجمات. وسيتم تنفيذ بإذن الله مخرجات هذه القمة، يعني وحتى الحمد لله أعتقد أنه اليوم كاين إرادة سياسية عربية، لأنه مرتبطة، يعني كاين واحد الاحترام خاص بالنسبة إلى الجزائر، حين كما نسميها بالدارة حين يحشموا منا على الأقل. وراح تنجح هذه القمة، وراي نجحت نقولوا راهي نجحت، والباقي هي إجراءات بروتوكولية ما بين القادة العرب إن شاء الله. شكرا لك. قبل ما نختم نقول للفنان ديالنا، هل كاين قصايد بصدد هكذا راك تعمل عليهم؟ واش تحبين نقول لك، هذه واحد النقطة حبيت أن إن شاء الله الشعبي هذا هو على كل حال الشعبي كاين في الأمة العربية كاع، كاين كاع الشعبي، كل واحد شنو عندهم لهجات تخالف، مي كاين الشعبي. إن شاء الله الشعبي تاعنا يخرج يعني يخرج لكاع الدول، يعني يكون تنسيق ثقافي بين الدول، يعني ماشي غير ثقافة معينة، لا كاع الثقافة الجزائرية تخرج ماشي متقعدش غير هنا يعني محاصرة في الجزائر يعرفوها غير الجزائريين، ولا تخرج يعني لكاع البلدان. هذا ما يعني تولي فيه تبادل ثقافي، تتشهر يولوا يعرفوها مالك الناس دول واحد اخرين يولوا يخدموا هذيك الثقافه، ولا هذا هو هذا اللي ماذا بينا يعني الفن هذا نعم ان شاء الله هذا ما نتمنى. واش راك تجهز لنا الدكا؟ لا واش في عملك الفني؟ هل كاين البوم راهو يتجهز؟ كاين اغاني قصايد؟ ان شاء الله كاين قصايد جدد، يعني الشعراء اللي راهم يكتبوا الدكا رانا نسجلوا لهم ان شاء الله، كيلحق الوقت رانا نبداو نطولهم كما يقولون ان شاء الله. هذا ما نتمناه، هذا ما نتمناه يكون جديد في الفن الشعبي. وصلنا لنهايه الختم والبرنامج، نمد لكم كلمه اخيره قبل ما نكملوا مع الفنانه وحاضر معنا يمد لنا هكذا حويجه سيد رضوان بوهيد الدكتور في العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه. شكرا، كلمه اخيره للناس اللي يشاهدوا فين. لا الكلمه الاخيره بخصوص القمه خاصه، انه هذه قمه الجزائر، يعني أي مرتبطة بكل شخص في الجزائر. يعني الخلافات الداخلية نقدروا نتحدثوا عليها في وقتها، لكن لما يخص بصورة الجزائر ليماج، هذه ليماج دو مارك، اليوم الناس هيتشوف كما هل الجزائر قادرة على تنظيم هذا النوع من التظاهرات. هنا نحتاج إلى وحدة حقيقية لإنجاح أكيد لإنجاح هذه القمة وتجسيد بعد المخرجات على أرض الواقع. شكرا لك السيد محمد قمري، طبيب مهتم بالفكر والثقافة، والله شرفتنا اليوم. كلمة أخيرة. 440 مليون من البشر يمتد على فضاء كبير جدا من طنجة غربا إلى الدوحة شرقا، ثقل كبير اقتصادي، ثقل بشري كبير. يمكن لهذا الفضاء العربي أن يحدث الفارق ولو على المستوى الأهلي، على المستوى الخبرات الموجودة في البشر. نتمنى ذلك، نتمنى أن تكون قمة الجزائر فاتحة لهذا المجال. يمكن للسياسة وتفاصيلها أن تؤجل بعض الشيء أو أن تبقى عند الدوائر السياسية، لكن يمكن للمواطنين في هذا الفضاء العربي أن يعملوا شيء. إن شاء الله. شكرا لك. كلمة أخيرة للفنان قبل ما نسمعك. واش تحبين نقول لك الكلمه الاخيره؟ حاجه الاولاني فرحان بزاف الجزائر، يعني اللي يعني شفنا بزاف عفايس جدد، يعني الحمد لله، يعني بعد ما عشنا جائحه كورونا هذيك عامين، يعني ما فلاس كنا نعم صح كنا غايبين على كلش. الحمد لله جات، يعني جات هذه الفرصه اللي حنا كفنان، يعني كفنان اللي خدمنا والحمد لله، يعني كان لينا نشاطات بزاف، وان شاء الله كما يقولوا نتمنى الجزائر هذه نشوف يعني نشوف ما اكثر ماشي غير هذا الشيء. ان شاء الله هذا ما نتمنى. الشيخ المحروسه نعاودوا نقولوا لك مبروك على هذا يعني التتويج. كلمه اخيره. بعباره شعبيه على كل حال نختمها، اقول لك الجزائر زينه الوطن، وتشهد عليها كل البلدان، كل ما يكون في العالم ازمات الجزائر تبقى
حل، الجزائر تبقى حل والجزائر تبقى حل لكل الصراعات. يعطيك صحة، شكرا للشيخ المحروسة سلطاني، كلمة أخيرة قبل ما. ويعطيكم صحة، شكرا للضيوف الكرام اللي نورونا اليوم، وشكرا للمشاهدين والمشاهدين، نتلاقاو الأسبوع المقبل. إذا مشاهدينا كنا معكم في الخدمة، نتلاقاو الأسبوع المقبل نفس التوقيت نفس القناة، قناة وحدة، قناة البلاد تي في، في أمان الله. نكملوا بالموسيقى مع الفلالة حاضر معنا. عشقي في الزين نصاحة غيوان وزاد جراحي، أسبابي يا هل الهوى زينة الدواح، أسبابي يا هل الهوى زينة الدواح، يون معطفو بسماحة جاوي زورو مركاحي، صابوني من ليحة الهوى نشوان بلا راح، صابوني من ليحة الهوى نشوان بلا راح، تلاتة زهواهم راحة بهواهم ماني صاحي، اركب الخيل والبنات وكيسان الراح، اركب الخيل والريام وكيسان الراح. فوالا، يعطيكم الصحة وشكرا.